اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية، وكل عام وانتم بخير وعام سعيد عليكم جميعا يا رب، وان شاء الله يكون عام خالي من الاوجاع والاحزان ومليان بالحب والتفاؤل والسعاده وراحه البال يا رب. اهلا بك يا منى، وكل عام وانت طيبه يا حبيبتي. اهلا بيك، كل سنه وانت طيبه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. السنه الجديده يا رب تبقى سنه خير ويمن وبركات عليكم. النهارده معانا كابتن رأفت. اهلا بيك يا كابتن، نورتنا. اهلا بيكم، كل سنه طيبين. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. عليكم ان شاء الله وعلى المسلم الجهل. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، شرفتنا ونورتنا النهارده. كابتن رأفت مصطفى، المدير الفني لفريق نادي مستقبل الوطن ونادي الهرم. نادي الهرم. اهلا بيك وشرفتنا ونورتنا، كل عام وانت طيب يا رب باذن الله. في البدايه كده يا كابتن، نحب بس تدي فكره للساده المشاهدين، مين هو الكابتن رأفت، وموضوع ايه حكايه الكوره معاك واعتزالك، وازاي اتجهت لموضوع التدريب بعد الاعتزال؟ ابتديت الاول في شباب مصر الفيوم. كان في ناس لها فضل عليا، الكابتن سيد حسن النبي والكابتن محمود عبد الله والكابتن حسن علي، من الناس اللي فضل عليا في التدريب. اولا يعني استفدت منهم كتير. بعد كده رحت تليفونات بني سويف سنه. كل التحيه طبعا والتقدير، وكل عام وهم طيبين. تليفونات بني سويف سنه، الشرقيه للدخان سنه، اتحاد الشرطه والسكه الحديد مع الكابتن جمال عبد الحميد ممتاز بيها. وبطلت كرة في انبي، حصل اصابه، كنت في انبي مع الكابتن هاني رمزي. ليه بطلت كوره؟ والكابتن علي ماهر. والله كان في اصابه فما كملتش، يعني ما فيش نصيب يعني. فالحمد لله على كل شيء يعني. يعني سبب الاعتزال الاصابه. اصابه فبعد ما اتجهت لموضوع التدريب دوت، فعملت اكاديميه رأفت اكاديمي، والحمد لله يعني مسكت مدير فني. الاكاديميه بتدرب فيها تسويق لاعبين. لا صار من 5 سنين وشغال لحد سن 25، تسويق لاعبين انديه ممتاز وخارج بره مصر برضه. فالحمد لله يعني الاكاديميه، وحاليا دلوقتي شركه تسويق في الشروق، تسويق لاعبين داخل مصر وخارج مصر. طب ايه اخبار اللاعبين بتوعنا الصغننين؟ لا الحمد لله كله تمام الحمد لله. انا معايا يعني في مواهب؟ في مواهب. انا معايا رشدي ان شاء الله، ده رايح الانتاج. رشدي مسميه يعني احسن باك ليفت في مصر ان شاء الله. علي معلول الثاني، اسرع ديليفر في مصر، وفرجاني ساسي ده. نطمن بس المشاهدين بتوعنا ان كره القدم في تقدم ان شاء الله. ان شاء الله برضو معايا مجموعه 4 لعيبه رايحين مقصه، منهم بوكس ده مهاجم جامد قوي، وحارس مرمى معايا، ومعايا مجدي برضو رايحين مقصه 4. فالحمد لله يعني شركه تسويق شغاله معانا، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله بام ربنا. ايه احساسك وانت بتطلع موهوبين كده وناس بتلاقيها؟ والله اللي احنا لا اللي انا فعلا اللي حاليا احنا ما وصلناش ليه، فبنحاول نوصل ليه الاجبال الصغيره ديت. فبنتمنى من ربنا اضرب في جنبيهم واقدر اعمل معاهم حاجات حلوه يعني في مجال التدريب، او ان انا اوصلهم لانديه كبيره يعني. تمام ان شاء الله. بس الحمد لله. فانا بشكر بصراحه في ناس كده ومن خلال البرنامج بشكرها، يعني بالنسبه للكابتن احمد صديق لاعب النادي الاهلي، من الناس اللي وقفت جنبي، كابتن احمد درويش، كابتن كيشار، ده حد برضو يعني من الناس اللي بعتز بيها، حارس مرمى الترسانه واتحاد السكندري. دعموك في شغلك يعني؟ بيدعموني في شغلنا زياد برضو. لا يعني اي اسئله برجع لهم هم، احمد درويش بالنسبه لصديق، الناس دي كلها يعني. واحنا كمان بنضمن صوتنا لصوتك وكابتن مجدي شربين ما نسوهوش بتاع قناه مع الكابتن احمد شوبير. فالناس دي يعني لها فضل علي بعد ربنا. طبعا كل التحيه لكل الكباتن واللي بيساعدوك واللي بيعملوا حافز لاي بني ادم ان هو يكبر ويتقدم في شغله. ربنا الحمد لله. يعني انا بقول لك يعني دلوقتي بالنسبه بقى للاكاديميه معانا دلوقتي، الاكاديميه بتاع الشروق ديت، احنا شغالين شركه تسويق، معايا كابتن وليد سليمان ده يعني اخي ليا برضه معايا في الاكاديميه. فبنتمنى نعمل حاجه كده في الشروق. كلمنا على شغلك بقى. ما هي الاكاديميه اللعيبه نفسها. اوكي، ما انت كلمتنا على الاكاديميه اللعيبه. اللعيبه معايا دلوقتي، معايا انا شغال تسويق حاليا دلوقتي، يعني احنا شغالين نظام اكاديميه بناخد من 5 سنين. بالنسبه للعيبه معانا احنا مش شغالين نظام اي اكاديميه، لا احنا شغالين بالنسبه مسجل اتحاد كوره. انت يعني بتدربهم يعني؟ احنا شغال. لا هو تدريب معايا، احنا طاقم كامل تدريب، مدربين على اعلى مستوى، نظام غذائي، لياقه بدنيه، الكلام ده كله، مهتمين باللاعب من صغره، ان احنا بنطلع اللاعب. لا بتتبناه يعني؟ بنتبناه، يعتبر معانا من سن 5 سنين. في برضه المراحل الثانيه اللي هي من فوق ال 20 الكلام ده، احنا برضه ايه يعني معانا الانديه. انا معايا انبي لان اخر نادي لعبت ليه، ففي برضه تواصل بيني وبينهم بالنسبه للعيبه كتير قوي، مصر المقاصه ناس برضه لعبت معاهم اصحابي والكلام دوت. فالحمد لله يعني في تواصل مع الانديه كويس، نادي المقاولين العرب. فاللعيب احنا بناخد اللعيب من صغره وبنشتغل عليه وبنبدا نسجله اتحاد كوره، دوريات ناشئين، وبيطلع بعد كده هو يعني بيطلعوا بقى للانديه. بيطلعوا للانديه. التدريب طبعا شامل وكامل وواسع كل حاجه يعني. فيعني احنا العيل بناخده، مش بناخده ان احنا نظام اكاديميه ان احنا مثلا بنشتغل عليه اللي هو ناخد اشتراك شهري وخلاص، لا اللي هو لا اللي احنا بناخده معانا تسجيل اتحاد كوره على طول.
بنشتغل عليه فتره صغيره وبنشتغل بعد كده تسجيل التحقق. تمام ربنا يوفقك. طب يا ترى بس اعتزالك دوت اثر عليك نفسيا ولا ما اثرش؟ هو بالعكس هو كان دافع يعني معايا الحمد لله، يعني رغم ان انا اتهاجمت كتير قوي بعض الناس يعني كانت بتهاجمني فالحمد لله. ليه بتهاجمك؟ لا هو لا ان انا كنت لعيب كوره وبطلت يعني لا كلام الناس يعني ان انا كنت ان انا بطلت والكلام ده فالحمد لله. بس وانت بطلت عشان في اصابه؟ في اصابه بس هي الناس عامه ما بتاخدش موضوع ليه ان انا بطل عشان اصابه والكلام ده. فالناس بتبص لا كان لعيب كوره وبطل يبقى في اسباب ثانيه. بس انت بطلت واكيد وضحت ده يعني. انا الاول بطلت وتجاهد الموضوع يعني فتحت جيم خاص بي انا وبعد كده رجعت المجال التدريب تاني كره القدم الحمد لله. بس انا مستني ان التدريب احسن يعني بتطلع اجيال وبتشوف ثمره تعبك وجهدك. هو ما هو التدريب احسن بس التدريب تعب. يعني التدريب تعب شويه. ماشي فالحمد لله يعني في مجهود. الحمد لله. طيب كابتن رأفت ازاي قدرت تتخطى اللي هي مرحله الاصابه؟ وطبعا هي اكيد طبعا لازم تكون اثرت عليك نفسيا وحياتيا وكل حاجه، لان مش طبعا مش سهل ان انت تكون بتلعب وفجاه تعتزل وكمان انت يعني في سن صغير يعني. فازاي قدرت تتخطى المرحله دي وتتخطى الازمه النفسيه يعني؟ هي الحمد لله اقول لك هي اثرت يعني بعد اللعب برضو اثرت معايا بس الحمد لله قدرت اتخطاها. ان قدرت ان انا اقف على رجلي تاني وارجع لمجال التدريب من خلال الكوره، لان الكوره بالنسبه لي بدأ وانا 9 سنين. يعني بديت كوره العب وانا 9 سنين فالحمد لله كانت حاجه يعني كان حلم بالنسبه لي. فحبيت ان اكمل حلمي ده في مجال التدريب والحمد لله. طبعا كان في ناس بتهاجمك زي ما بتقول. كان طرف في بقى في المقابل في حد بقى كان بيساعدك في بعد الازمه دي ان انت بعد الازمه دي لما خططت في تشجيع في في تشجيع يعني ليا اصحابي اللي لعبوا معايا في البدايه خالص. في الفيوم كان معايا برضه ربعوي عشان ما ننسوش ده حارس مرمى كان معايا، احمد درويش برضه من الناس اللي دعمتني في البدايه خالص يعني وشجعوني لا اكمل وهتبقى حاجه والحمد لله يعني قدرت ان اقف على رجلي وقدرت ارجع لمجال التدريب تاني. طب كابتن بتحلم بايه للاكاديميه بتاعتك؟ انا اولا انا كرافض انا بحلم لا ان انا امسك فرقه ممتاز دي اول حاجه ان شاء الله. دي الحاجه الوحيده اللي انا بحلم بيها دلوقتي. بس بالنسبه للاكاديميه معايا واللعيبه اللي معايا لان انا بحلم اعمل حاجه جديده في مصر، اعمل حاجه في الكوره مختلفه. ايه بقى اللي بتحلم تعمله في مصر؟ بحلم لا بالنسبه للعيبه اللي معايا ديت يعني بتبنى اللعيب من عنده 5 سنين. أوكي. فبشتغل عليه بتمنى ان اوصل لا انا شغال خارجي تسويق خارجي. مش حابب ان انا اشتغل يبقى ان انا مثلا قلت لك اكاديميه في الاول شغل اكاديميات وخلاص لا، حابب ان انا ادعم انديه يعني ادي لعيبه الانديه وابدا اشتغل خارجي بره مصر برضو. ان شاء الله رب محلي ودولي يعني. ان شاء الله يعني. تمام بالتوفيق يا رب ان شاء الله. احنا مجموعه مع بعض معايا وليد سليمان ده يعني من اخ ليا ده مدرب معايا ومساعد فالحمد لله قادرين نعمل حاجه وبدانا في الشروق وان شاء الله يعني الاكاديميه في الشروق دي اللي هي شركه تسويق رأفت اكاديميه. دي الاكاديميه الثانيه بتاعتك؟ دي الاكاديميه الثانيه، الاكاديميه الاولى في السلام. اوكي. طيب احنا دلوقتي احنا طبعا من خلال برنامج حلم وفكره انت قلت يعني فكرتك اللي عشتها وقدرت ان انت تتخطاها او تحققها وقلت حلمك للي جاي، يعني لو في كلمه صغيره بس قبل ما نختم الفقره تحب ان انت توجهها؟ والله فاتفضل يعني وجهها للي انت عايزه. لا هو ان شاء الله في خبر سعيد باذن الله الايام الجايه ديت باذن الله، يعني في عرض من نادي انبي باذن الله ماسك يعني ده نيول لبرنامجنا احنا بقى ان شاء الله. باذن الله يعني باذن الله. ان شاء الله بام ربنا فمدرب السنه الجايه في انبي ان شاء الله 2010 باذن الله. ده خبر لسه لاول مره يعني حد يعرفه. وشنا حلو عليك بالتوفيق يا رب ان شاء الله. الله يخليك. طبعا احنا بنشكرك جدا على وجودك معانا النهارده وشرفتنا ونورتنا وكل عام وانت طيب وان شاء الله يعني العام الجديد تكون محقق كل احلامك وكل امانيك وكل عام باذن الله ونتمنى لك دايما كده التقدم والنجاح باذن الله يا رب. نورتنا يا كابتن. شكرا. اوكي فاصل صغير ونرجع لكم تاني بسرعه.